السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hi my dear viewers. إن شاء الله فيديو النهاردة تكملة لسلسلة The most important English idioms، أهم مصطلحات اللغة الإنجليزية المستخدمة in conversations. فالنهاردة جايب لكم مصطلحين جداد في الفيديو الجديد بتاعنا، فأتمنى السلسلة دي تنال إعجابكم، وإن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة أو الفكرة بتاعت النهاردة هي عبارة عن نصيحة بقدمها لكل شخص حابب يقدم في وظيفة. يلا بينا يلا بينا. Somehow in your life you have to make up your mind concerning your dream job. And in the same context, being patient and never losing your temper are one of the most significant features of a job holder. دلوقتي حان وقت الشرح، تعالوا نمسك مع بعض اول مصطلح نتعرف على نطقه ونتعرف على المعنى بتاعه in English and in Arabic. يلا بينا. اول مصطلح معانا النهارده هو make up your mind. make up your mind. make up your mind يعني to decide, to make a decision، اللي هو عشان يتخذ قرار فيما يخص شيء في حياته. زي ما احنا شايفين طبعا في النصيحة اللي بقدمها لكم ملخصها بالعربي، انني بطريقة معينة شرحها بطريقة معينة في حياتك كل واحد بيضطر يتخذ قرار فيما يخص وظيفة احلامه، وفي نفس السياق انني كوني صبور وابدا مفقدش سيطرتي او مفقدش يعني سيطرتي على نفسي، ان انا يعني مغضبش يعني بسرعة، دي يعتبر من اهم السمات اللي بتميز اي شخص مستمر وناجح في عمله. تمام؟ فده ترجمة النصيحة اللي انا قدمتها لحضراتكم. نرجع تاني للمصطلح make up your mind يعني يتخذ القرار. طيب المصطلح التاني هو lose your temper. lose your temper means to be angry. to be angry or to become angry ان انت تبقى غضبان. فبدل ما اقول I am angry ممكن اقول I lose my temper. انا غضبت او انا فقدت اعصابي. فده المصطلح الثاني بتاعنا. دول المصطلحين بتوع النهارده. اتمنى المصطلحين يكونوا مفهومين وسهلين، ويتمنى من الناس تحاول تستخدمهم in conversational life في حياه المحادثه. الى هنا انتهى الفيديو بتاعنا، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. see you next time.